بالصلاة على النبي والذكر الطيب، التقى محب النشيد الإسلامي في مدينة تيارت مع العديد من الأصوات التي صنعت سهرة رمضانية مميزة اجتمعت فيها الطبوع الشامية والجزائرية شمالية وجنوبية. العائلة المحلية والشباب المحب لهذا الفن كان حاضرا ومتناغما مع ما كان على المنصة. ضيف السهرة منشد معروف أعجبه تفاعل الجمهور. أولا نشكر القائمين على هذا الحفل، جمعية جزائر الخير، نشكر أهل تيارت المضيفين، وكانت الحمد لله سهرة طيبة بحضور نوعي متميز من جمهور تيارت الذواق. برمجة السهرة الإنشادية في سياق برنامج حافل سواء للجمعية المنظمة أو دار الثقافة. هذه المبادرة قامت بها جمعية جزائر الخير، هي سهرة من بين النشاطات التي تقوم بها الجمعية خلال شهر رمضان بمساهمة مديرية الشؤون الدينية، وتندرج ضمن حفلات أخرى تحتضنها دار الثقافة وتزامنا مع أواخر شهر رمضان المبارك. بالنظر إلى عدد السهرات التي عرفها مسرح الهواء الطلق، يبقى الإنشاد الإسلامي الأقل حضورا في البرنامج، والسبب أن الفرق المحلية في هذا الفن معدومة، مسألة مثيرة للاهتمام.